منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا كانت الحاجة أم الاختراع، وهذا ما دعا الإنسان إلى البحث والابتكار. ومع تطور العلم وتوفر المصادر لم يتوقف الإنسان عند حاجز الاختراع، بل سعى إلى الإبداع وإلى الريادة في الإبداع، فأصبحت الدول تتنافس في دعم مبدعيها للوصول إلى القمة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فاكتشف النفط ليشكل عصب الحياة ويسهم في مواصلة مسيرة البحث والعلم، فسعت شركة بترول أبوظبي الوطنية إلى تسخير كل إمكانياتها لدعم عملية التعلم والبحث من خلال إنشائها للمعهد البترولي، الذي سعى بدوره إلى تنمية الكوادر الشابة المبدعة وحثهم على الابتكار والتطور. واليوم نشهد نتاج هذا الدعم من خلال توفير المختبرات البحثية وكل ما يلزم لرؤية هذه البحوث مطبقة على أرض الواقع. وفي هذا الإطار ينظم المعهد البترولي السباق الأول من نوعه في الخليج العربي للسيارات الهجينة الكهربائية، الذي يشارك فيه مجموعة من طلاب وطالبات المعهد من خلال تصميم وتركيب القطع الأساسية في السيارة، ومن ثم اختبارها وتطويرها للكفاءة القصوى. PI and Global EEE got together and we decided to bring the competition to the GCC. Once the car is assembled, then there's a competition where it consists of 2 days. اليوم الأول هو بس كله إلكتريك، اليوم الثاني بناخذ معنا جنريتر. سباق يقيس كفاءة السيارة، فهذا الأساس، إن السباق بيكون مش سباق سرعة، بحيث إنك تقلل استعمال الطاقة في السيارة، الإيروداينامكس، تأثير الوزن، أحسن تصميم يكون كيف تجمعها بأفضل طريقة بحيث إنك تعطيك أكبر مساحة ممكنة. يعني في الكتاب تعرف انه واحد حط في اثنين خلصت السالفه، بس هني مش واحد ازاز اثنين في ثلاثه ابدا. يوم نجي بنركب البارتس في اشياء تخترب عندنا فنقدر نصلحها. احنا تعلمنا ازاي نتغلب على الخوف، بس واحنا بنعملها مجرد ما بنبدا بنحس انه واو وي ديد سمثينج جريت. الشعور لا يوصف، يعني بدايه الشغل كنا متوقعين نخرب ولا نكسر شيء ولا ان حتى يمكن ما نشارك، لكن هني اكتشفنا اهميه العمل الجماعي. يعني ما شاء الله الشباب ما قصروا، كل واحد يدخل يؤدي شغل غيره، لين ما كنا متلاحمين بجهودنا يعني كملنا السياره ولا حسينا باي نقص الحمد لله. حسينا بالثقه ان احنا نقدر نشغل السياره ونسوي سياره ثانيه احسن من السياره الاولى. صار عندنا الطموح ان نسوي اشياء اكبر في المستقبل. منو كان يقول قبل ان البنات ممكن انهم يصنعون سياره in the future؟ We did it. We are the only teams here in UAE full. Only girls worked on this hybrid electric car. بغينا نشكر الدكتور سامي والبي اي. انا حابه اشكر شيوخ الامارات، المعهد البترولي، ادنوك، طاقه. والشيء الحلو ان نحن بدوله الامارات. There is no way you can say to yourself no. We can achieve it. We can do it. And we are in the process. انا اقدر. انا اقدر. أنا أقدر. أنا أقدر. نحن نقدر. So in the future when I tell my son or daughter your mom just did a car and you can build a rocket, why not? نحن نقدر نثبت للكل أن طلاب المعهد البترولي قدها وقدود.